وانا لو ما عدتش اناوش يوسف امال اناوش مين؟ طيب ما مش هينفع، لازم. على كل سنه وانتم طيبين مره تانية، بس كل سنه وانتم طيبين المره دي تروح لكل الشعب المصري قاطبه. كل سنه واحنا طيبين علشان رمضان، وكل سنه واحنا طيبين علشان احنا في اسبوع الفصح. اخواتي اهلي المسيحيين يحتفلون بعيد الفصح النهارده، حد الزعف وحد الشعانين كما نطلق عليه. وانا طلبت من كل اصدقائي وزملائي وزميلاتي وكل الناس اللي اعرفهم، يا جماعه هاتوا لي زعف لو سمحتوا، نفسي اطلع على الترابيزه دي بسعف. طب هاتوا بكره، يعني اي حاجه، مفيش حد بيجيب لي حاجه، انا مش عارف ليه، ايه الحكايه؟ انا مش فاهم. حتى روز زميلتي بقالها 10 11 سنه لحد دلوقتي اقول لها هاتي لي زعف يا روز، تقول لي طيب حاضر، وبعدين كل كلمه اقول لها تقول لي اصل في العربيه. انا اعمل بيه ايه في العربيه؟ انا مش عارف، عايز احتفل طيب، مش عارف احتفل. لكن بالتاكيد من قلبي كل سنه وكلنا طيبين. ايه هو اللي اروع من انه مصر كلها تبقى بتعيد؟ المسلمين بيعيدوا برمضان، والمسيحيين بيعيدوا في أسبوع الفصح، أسبوع الآلام اللي عانى فيه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ابن السيدة مريم العذراء التي اصطفاها الله وطهرها واختارها واصطفاها على نساء العالمين. تخيل أجمل حاجة ممكن تحصل إنك تتفرج على مائدة إفطار رمضانية، ومش مهم مين اللي قاعد، مسلم ده ولا مسيحي ولا أي حاجة، أمر لا يعنينا، المهم المشاركة. أنا أعتقد أن دي أكبر مائدة إفطار رمضانية شفتها في حياتي، وقد تكون هي الأكبر على مستوى العالم. سلام مربع لأهل المطرية. كل سنة يوم 15 رمضان بتشوف المائدة دي كده. مرة كمان سلام مربع لأهل المطرية. في حد هنا من المطرية يا جماعة في الاستوديو؟ مش عارف، مش باين عندي قوي. في ناس كتير معانا من المطرية، مية مية، برافو عليهم. عزبة حمادة في حي المطرية عملوا الحفلة الحلوة دي، عملوا المائدة العظيمة دي. يا رب زيد، ويا رب بارك، ويا رب كتر. وبصراحة أنا لو من الأحياء التانية، مش بس في القاهرة، في كل المحافظات، أغير قوي من المطرية بصراحة، والله بجد أغير جدا. ونقول لأ بقى، المائدة بتاعت بكرة دي هتبقى في حي الجمالية، دي هتبقى مش عارف في عين شمس، دي هتبقى في الزيتون، إلى آخره. بصوا شايف البتاع عامله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمساح حط إيده على بطنه على طول قاعد يعمل كده، ده اللي شغلك يا تمساح الأكل، مش شغلك الحلاوة والطعام اللي احنا شايفينها يا تمساح. تمساح زميلي وصديقي العزيز، شايف المائدة عامله ازاي؟ سيبك بقى من المائدة، أنا عايزك تبص على وشوش الناس. حقيقي كنت بتكلم مع زميل العزيز لطيفو عبد اللطيف مدير تصويرنا العظيم، وحتى هو أول حاجة بيقول لي بص على وشوش الناس. المصريين وشهم دايما دايما في سر، إيه هو؟ أنا معرفوش، بس اللي أنا أقدر أجزم بيه إنه أطيب عينين في الدنيا. ومهما كان اللي المصري ممكن يبقى مقدره، عينيه لا تتوقف عن السعادة، ولا تتوقف مش بس عن إبراز سعادته الداخلية ورضاه الذاتي، لا، هي لا تتوقف عن بث السعادة، بيشحنك سعادة بنظرة عينه. والله العظيم وشوش المصريين حاجة تفرح، تفرح، تسعد، تبهج القلب، حقيقي قلوب من ذهب، حاجة جميلة. دي مائدة المطرية يا رجالة، أنا عايز المواقيت دي تكتر. إحنا فضلنا كده يعني أيام قليلة في رمضان، فضلنا نص الشهر المبارك، عايز كل يوم ترابيزة فطار أكبر من دي وإنتوا قدها، مش كده ولا إيه؟ تحياتي لأهل المطرية ولكل المصريين، كل سنة وإحنا طيبين، كلنا بدون استثناء مرة واحدة، 104 ولا 105 مليون مواطن. طب خليني أخدكم من ده على أشهر سطوح في مصر في عزبة النخل. عزبة النخل فيها هناك أشهر سطوح. طيب إزاي؟ في عادة كده حصلة بقالها 7 سنين، 2 أشقاء إخوات بيزينوا السطوح، طبعا بتعبير اليومين دول، بيزينوا الروف. روف إيه؟ اسمه السطوح، السطح، السطح، سميها زي ما تسميها، اتكلم مصري، بلاش لسانك يلوي على جنب كده. المهم بيزينوا السطح او السطوح بتاع البيت بالزينه الرمضانيه، والاب بيطلع يساعدهم ربنا يديله الصحه، ويعمل لهم بقى ايه؟ شغل كده بالخشب ظريف ولطيف وجميل. الاخ الصغير بديع في رسمه على الجدران، بيرسم على الحيطان، وخلق روح من البهجه
رائع بواسطة الألوان الحلوة. طيب الكبير بقى بيعمل إيه؟ بيعمل مسألة بقى تنظيف السطح والتجديد، ويبدأوا يستقبلوا الأصدقاء، فيصبح هذا السطوح هو أشهر سطوح موجود في عزبة النخل. ده بجد حبه بقى للتصوير ده الكبير خلاه أنه بعد ما السطوح يتظبط يروح مصوره ويحطه بقى على الصفحات، فيبقى شكل جذاب وشكل مشجع وحاجة تخلي الناس تقرر إنها تنافسهم ويحاولوا يعملوا هم كمان الأسطح بتاعت منازلهم زي ده ويمكن أجمل. بقالهم 7 سنين، مين بقى اللي هيقدر يخش معهم في المنافسة؟ ده اللي احنا هنشوفه خلال الأيام القادمة. أنا عايزكم تتفرجوا، سيبكم من كلام المذيع على الإطلاق، تعالوا نتفرج ونرجع نكمل الكلام. اسمي محمد أيمن إبراهيم الشناوي، اسم الشهرة بتاعي جودو على اسم السطح، السطح اسمه سطح جودو، في منطقة شعبية بسيطة عزبة النخل في القاهرة. الفكرة بدأت معانا من 2015، بدأنا ليه ما نعملش ننظف السطح بتاعنا بدل ما هو مكان للكراكيب مكان للبهدلة، نبدأ ننظمه ونبدأ ننظفه. حتى بدأ الموضوع بسيط خالص بشوية نظافة، شلنا الكراكيب شلنا الخشب، أخدنا الحاجات اللي موجودة عندنا القديمة قعدنا تدويرها من جديد. كان كل سنة بنبدأ نغير في الشكل، 2016-2017 بدأنا نزود شوية حاجات. إحنا السطح إحنا عملنا فيه ديزاين المرة دي مختلف خالص، إحنا قررنا نعتمد فيه على الألوان المبهجة الأول. يعني إحنا بنقعد بنخطط الأول، أنا بفكر في دماغي بعض أشوف إيه اللي ممكن يليق السنة دي يبقى مختلف عن السنة اللي فاتت. اسمي أحمد أسامة محمد، صاحب محمد الشناوي من حوالي 6 أو 7 سنين. الفكرة كنا قاعدين عادي جت مع بعضينا كده، كنا قاعدين بنتسحر فحبينا ان احنا نروق السطح ونظبط السطح. جت افكار، واحد عايز يرسم، رسام عايز يرسم على الحيطة يعمل شكل كويس للحيطة، واحد تاني وصل فرع نور كان عايز يرسم برضو يعلق فرع نور في السطح. وابتدت بقى من هنا، ابتدينا نبلط للسطح وبعد كده نجيب زرع ونعلق نور ونرسم، وابتدت الأسطح اللي حوالينا ابتدت تقلدنا برضو، ابتدت المنطقة كلها تعمل زينا. يعني اعتمدنا على الألوان المختلفة الكتير، أحمر أصفر أزرق، الألوان المبهجة اللي بتدي بهجة لرمضان. بدأنا نلون الأول الحيطان وبعدين بدأنا نرسمها بشكل المانديلا، قريبه من الشكل الرسمي الاسلامي شويه. بعدين بدانا بقى نعمل ديكورات بالاعمال الخشبيه، يعني بدانا نعمل برجوله. احنا الخشب ده على فكره عندنا موجود قديم، احنا قعدنا تدويره بس السنه اللي فاتت كنا مستخدمينه في برجوله وكنا مستخدمينه في شكل مختلف، لا السنه دي احنا خدناه وعملنا بيه شكل مختلف خالص. انا بنصح الناس يعني السطح موجود عند كل الناس اللي موجوده، يعني السطح موجود في اي بيت بس مش مستغل استغلال صحيح. هو موجود فيه كراكيب، موجود فيه حاجات قديمه ملهاش لازمه، انت ليه ما تنضفش ليه بس ما تطلع بس تنضف السطح بحاجات بسيطه جدا، انت بس تنضفه وتعمل له قاعده بسيطه جدا، هتلاقي نفسك قاعد في مكان كويس جدا هادي جدا براحتك، تطلع براحتك وتنزل براحتك. الموضوع ده لو انتشر على مستوى مصر عموما او على القاهره او في المنطقه بتاعتي لا هيبقى مختلف جدا. يعني بصوا أنا دمي محروق حبتين بسبب كم الحديث الغير متوقف أو غير المتوقف، عشان غير ممنوع من الصرف، غير المتوقف عن الاقتصاد المصري من قبل ناس بجد. واحد، إما إنه مش فاهمين فعلا 101 اقتصاد، 101 أساسيات حقيقية، طيب، أو إنه ناس بجد مش هزار قاعدة عمالة مش بتفتي، هي عندها غرض ومتأكدة إنه هذا الغرض سوف يمرر بشكل أو بآخر العقول الناس. يعني أنا لقيت لك واحد عامل بوست على فيسبوك، والله لسه ببعوت لي دلوقتي، مش هقول اسمه لا يطلع اسمه حقيقي يعني، بس هو راجل تافه بمنتهى البساطة يعني، وقاعد ومتصور ماسك سيجار وحاطه في بقه وبتاع، وقال لك أنا راجل جاي من المستقبل، وهقول لكم طبعا هو بيهزر بيستظرف، وقاعد عامل سيناريو اسود شافه في فيلم امريكاني حقيقي يعني على مستقبل الاقتصاد في مصر. ولما تيجي تقعد تقرا البوست ده كويس قوي هتلاقي ان في واحد قاعد عمال يقول للناس ايه، هاجروا، ما تجوش مصر،
ما تحولوش فلوس. طب بالذمة اللي يكتب حاجة زي كده يعني انت مستعد تصدقه ازاي؟ بشوية عقل بساط كده مستعد تصدقه ازاي؟ واحد بيقول لك ايه ما تحولوش فلوس، يبقى ايه؟ هاجروا، واللي مهاجر ما يجيش، واللي يعرف يسيب البلد ويكت يكت وبيع اللي وراك واللي قدامك. يعني واحد بيكلم الناس بيقول لهم يا جماعه احرقوا اسعار اي شيء، وانت ساعد في هدم اقتصاد الوطن بدل ما تساعد في بنائه. يعني بدل ما تقعد وتشتغل وتستثمر وتصنع وتكبر، لا اهرب. وكان مفهوم الوطن غائب، شيء غريب قوي. طيب القرارات اللي صدرت النهارده وبالمناسبه اللي هي مبنيه بالاساس على قرارات وقوانين من 2016، ما هياش جديدة، وتعمل لها تعديلات في مارس 22، يعني ما هياش جديدة خالص، وكلها متعلقة بتوفيق أوضاع شركات ومصانع. فجأة نلاقي الناس قاعدة عايزة تسيس القرار بشكل أو بآخر. قررت وزارة التجارة والصناعة بخصوص استيراد بعض المنتجات. طيب خلونا ناخد معانا، واسف بخصوص وقف الاستيراد ووقف نشاط بعض الشركات لحين توفيق الاوضاع. ده بمنتهى البساطه، هو في بلد في الدنيا بتشتغل جهجهون؟ يعني تيجي تقول لي اشمعنى دلوقتي؟ اقول لك يا راجل ده احنا بنشتغل على ده من 2016، وفي شركات بالفعل وفقت اوضاعها. احنا مش مسؤولين عن اللي ما وفقش اوضاعه يا جماعه. طيب احنا معانا على التليفون الدكتور علي الادريسي، استاذ الاقتصاد بمدينه الثقافه والعلوم. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ طيب اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. قول لي بقى، قريت النهارده القرارات دي ازاي، وايه رايك في تسييس القرار باعتباره استهداف لماركات بحد ذاتها؟ لا ده استهداف لمصنعات بتاعه الدول بحد ذاتها. يعني هو ايه الناس بتفكر في ايه؟ خلينا نقول طبعا ان الفتره اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي ككل والظروف والتداعيات دي كلها، اكيد هناك من بيحاول يستغل طبعا الظروف دي كلها ان هو يروج مجموعه من الاشاعات المغرضه، وده للاسف الشديد اللي احنا بنشوفه مش مع قرارات وبس، لكن مع مجموعه كبيره من القرارات والاحداث خلال الفتره الاخيره. الفكره كلها باختصار شديد جدا ان من حق اي دوله ومن ضمنها طبعا مصر ان هي تنظم عملية الاستيراد والتصدير، التجارة الخارجية بالنسبة لها بشكل عام. عمليات الاستيراد، ويمكن حتى السياسة الرئيس في كتير من تصريحاته كان أكد على إن إزاي يكون هناك رقابة حقيقية على ما يتم استيراده وضبط هذا الأمر، لأن المستهلك المصري من حقه إنه يحصل على سلعة تليق بيه، وده موضوع ينطبق على اي سلعه مستورده من اي دوله من اي شركه. لابد ان يكون هناك اجراءات منظمه لهذا الامر. الدوله وضعت قانون خاص بعمليه الضبط بالنسبه للشركات اللي او المنتجات اللي بيتم استيرادها، ودي يمكن ليها كثير من المعايير والتنظيم، لكن عندنا قانون رقم او قرار رقم 43 لسنه 2016، واللي حصل عليه يمكن مجموعه من التعديلات الخاصه بتسجيل المصانع بالنسبه للمنتجات. واحنا يمكن شفنا بس يمكن قراءه للقرار كانت يمكن الناس ابتدت تسال، هو المنتجات دي مش هتبقى موجوده في السوق تاني؟ طب هو فيها بديل ليها؟ طب اسعارها تتاثر؟ طب هل هناك ليها بديل؟ طب هناك في عجز؟ دي كلها كانت تساؤلات، لكن هي الفكره كلها هي مرتبطه بس باستيفاء للاوراق المطلوبه في ظل القوانين المنظمه للتجاره الخارجيه، وفي نفس الوقت هي هنلاقي المنتجات دي موجوده ومتوفره لان كمان ليها المصانع بتاعتها وليها. لكن هي الفكره كلها ان احنا بنحط قانون بيسري على الجميع دون تفرقه ما بين شركة أخرى أو مصنع وآخر. القرارات دي كانت متعلقة تقريبا بحوالي 1000 شركة مش كده؟ يعني يمكن في حدود من 800 ل 1000 شركة في وتم توفيق أوضاع 122 منهم فعلا. بالضبط. وده كمان يعني عاوز أقول إن كمان وزارة التجارة والصناعة بتتحرك بمجهود كبير جدا علشان حتى إن هي تحاول ان هي تساعد كمان المصانع دي ان هي تصرف، يعني مش فكره
بعده عشان نبقى بنأكد، مش فكرة بيروقراطية وروتين، بالعكس هي الفكرة كلها إن إحنا حاطين رولز معينة أو قواعد معينة لابد إن يتم احترامها ويتم الالتزام بيها، وبالتالي الدولة بتحاول إن هي كمان تساعد المصانع دي والشركات دي إن هي تبقى موجودة، لكن إحنا بعده عشان الناس ابتدت تربط الموضوع دوت، لا أصل في مشكلة في الدولار، لا أصل إحنا بنمنع الاستيراد، لا اصل احنا عندنا، لا هو الموضوع ملهوش علاقه لا بالدولار ولا ليه علاقه بمنع الاستيراد ولا ليه علاقه بان احنا ضد او مع دول، لا خالص الموضوع ملهوش اي علاقه بالامور دي كلها، لكن هي عمليه كلها مرتبطه بضبط لما يتم استيراده واستيفاء الاجراءات الخاصه بيه، لكن لازم وعلى فكره كل السلع حتى اللي تم ذكرها في كتير من التصريحات الصحفيه خلال اليومين اللي فاتوا، لا احنا هنلاقيها موجوده في السوق وهتكمل في السوق، وانا متاكد ان كل الشركات دي هتستوفي، لان معلش احنا بنتكلم عن السوق المصري اللي هو اكثر من 100 مليون، واحد من اكبر الاسواق على مستوى القاره الافريقيه والشرق الاوسط، لا يعني كل الشركات ديت مهتمه ان هي تحافظ على تواجدها في السوق المصري، فبالتالي ما فيش شركه او ما فيش مصنع هيحاول ان هو يعني يسحب من استثماراته او يحاول ان هو يتراجع عن سوق، لان احنا حتى معظم السلع ديت هي سلع وعلامات تجاريه اثبتت نجاح خلال الفتره الماضيه في السوق المصري، والمواطن المصري بيصرف كثير من هذه العلامات التجاريه، فمش سهل على مستثمر ان هو يفقد جزء من الماركت شير بتاعه او جزء من تواجده في سوق مهم زي السوق المصري علشان اي اجراءات ممكن تكون مفروض. ثم انه انا اظن برضو هو استحاله ان يبقى في عمليه استهداف يا دكتور، لانه في بعض هذه الشركات وهذه العلامات التجاريه تابعه لدول، مش هقول لك صديقه، دول شقيقه، وفيما بيننا شراكات واستثمارات متبادله وبيننا مصالح سياسيه وعسكريه مشتركه وما الى ذلك، فاكيد اكيد ما فيش استهداف ولا حاجه، لكن اتفضل. لا خالص طبعا طبعا الموضوع اصل هو كمان يعني وجود حتى مجموعه من الشركات التابعه لدول شقيقه زي ما باكد على كلام حضرتك، ده اكبر دليل على ان الموضوع مش مرتبط بمجموعه معينه من الشركات. ثم عاوز اقول برضه على حاجه، وهي الدوله المصريه لو شايفه ان في مشكله في شركة معينة ولا في دولة معينة، واحنا هنخاف ان احنا نقول للعالم كله ان احنا بنحظر استيراد المنتجات دي من الدولة ديت؟ لا مش بس كده، تعال نفتكر انه يعني من 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 قبل سنة او من قبل سنة ونص من دلوقتي، لو انا كنت كدولة عاوز استهدف شركات ومصانع لدول هقول لك ما بين قوسين بالمصري كده بترازيني، كان زماني قفلتها او اممتها من بدري، يعني كنت قفلتها من 2013 لو انا عاوز. لا وعاوز اقول على حضرتك بس احنا ما بنشتغلش كده. لا واحنا كمان في بعض الصادرات في فترات سابقه كان بيبقى عندنا مشكله فيها وكان بيتم مراجعتها، سواء كانت سلع زراعيه في اوقات ما وكان من دول شقيقه وكان بيتم يعني التاكيد لا هي المنتج دوت فيه مشكله فيه معينه، فابتدينا نعيد مره اخرى ازاي ان يتم الرقابه على الصادرات وان يتم تقديم المنتج ده للدول الشقيقه حتى قبل ما بنتكلم عن اي دوله اخرى بالمواصفات والمعايير المطلوبه، فده امور تنظيميه من حق كل دوله ان هي تحط القواعد الخاصه بيها. ده أيوة. ده احنا ما بنزعلش لما بنلاقي اي دوله في الدنيا تيجي مثلا تقول والله يا جماعه احنا استوردنا من مصر المنتج الفلاني او الفاكهه العلانيه او الخضار الترتاني بس طلع فيه مشكله، احنا ما بنزعلش، بنقول يا جماعه قولوا لنا ايه المشكله بالظبط، هنبحثها هنحلها لكم، حقكم تماما انكم انتوا تاخدوا المنتج على افضل مستوى ويبقى كمان متوافق في طريقه تصديره لبلادكم بالمعايير اللي بينص عليها القوانين في هذه البلاد. من ناحيتنا مصر لا هي بتأمم حد ولا بتستحوذ على فلوس حد ولا بتصادر مصانع حد ولا العلاقات الاقتصاديه ما بين الدول بتمشي بالطريقه دي على الاقل في هذا العهد وفي هذه الظروف وفي هذه المرحله من العصر الحديث، يمكن كان ممكن يجرى زمان من 40 50 60 سنه، دلوقتي مفيش كده. لا دلوقتي مع الظروف اللي العالم كله بيشهدها دلوقتي ابتدينا يعني نشوف يعني مزيد من التعاون، سعي
لزياده في عمليات الانتاج والاستثمار والاستثمارات المشتركه. شايفين تاكيد على اهميه القطاع الخاص. احنا عندنا في مصر يعني شايفين يعني رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه يعني تقريبا تصريحات شبه يوميه عن التاكيد على اهميه القطاع الخاص وازاي ان هو شريك مهم في النشاط الاقتصادي. فبالتالي ثقه المستثمرين ده امر مهم جدا والدوله بتتحرك عليه وبتحاول ان هي تقدر ان هي تمهد مناخ الاستثمار بالشكل اللي يقدر ان هو يجذب مزيد من الاستثمارات سواء كان طبعا مباشره او غير مباشره. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر لدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد بمدينه الثقافه والعلوم. قبل ما نطلع الفصل عايز بس اقول للناس المستثمرين بشكل عام وبالذات اللي بيهتموا بالاستثمار في التصنيع والانتاج مش الانواع الاخرى من الاستثمارات اللي هي بالتاكيد برضو مطلوبه. المراحل الاقتصاديه الصعبه اللي بيمر بيها العالم زي دلوقتي بيبقى فيها احيانا ما قد تطلق عليه الحتميات الاقتصاديه كنا بناخدها زمان دي. ازاي يعني المراحل الاقتصاديه الصعبه بتخلي عندك حتميه انك انت تذهب اكتر للاكتفاء الذاتي من الغذاء مثلا، وده اللي عملته مصر من 2014 بالمناسبه، انها اشتغلت بمنتهى القوه عشان يحصل عمليه اكتفاء ذاتي من الحصلات الزراعيه، وبالفعل حققنا اكتفاء ذاتي في اكتر من حصله. ده واحد. اتنين، انا اظن ان الحتميه الاقتصاديه الحاليه مجرد ظن عند بني ادم متواضع كان بيدرس اقتصاد زمان، ايه هي؟ انه حتميتنا الاقتصاديه بتقول ان احنا لازم هنشتغل اكتر بكتير عما سبق للوصول الى، مش بقول لك الاكتفاء الذاتي من كل شيء، ما فيش حاجه اسمها اكتفاء ذاتي وانتاج من الابره للصاروخ، المصطلح الستينياتي ده يمكن كان لايق وقتها، هو ما ينفعش دلوقتي، لكن احنا نقدر نزود نسبة المنتج والمكون المحلي دايما. خلونا كلنا نقعد نشتغل على ده. الجماعة اللي بتستثمر في التصنيع يا جماعة اللي هتقدر تشتغل عليه بالمكونات المحلية المصرية اشتغل بالمكون المحلي المصري، ما تستسهلش الاستيراد. ده واحد. اتنين، تكلفة الاستيراد اصلا اصبحت غالية عليك، يبقى الجدوى الاقتصادية بتاعتك بتقولك اشتغل على ده. طيب علشان اقدر اشتغل بمكونات محليه قدر الامكان، فعلى سبيل المثال انا اظن ان احنا محتاجين اكتر ننشط عمليات التعدين اللي موجوده في مصر والكشف عن الثروات المعدنيه اللي موجوده في مصر اكتر واكتر، وعمل عليها بروسيسنج او مجموعه عمليات علشان تبقى هذه المواد الخام صالحه للتصنيع فيما بعد، او تخش في مكونات صناعيه فيما بعد بدل ما بضطر ان انا اصدر خام. لا احنا وقفنا برضو ده، مش وقفناه لكن قللناه قدر الامكان بدءا من 2014. المرحله اللي احنا فيها قد يراها البعض مرحلة شديدة الصعوبة ولكن يراها بمنظار أسود، أنا بشوفها مرحلة شديدة الصعوبة ولكن أراها بمنظار ذهب. دي المرحلة اللي هنقدر نعمل فيها صناعة بجد بجد. مش مصدق؟ اقعد اتفرج على اللي حصل في أمريكا في أول أزمة اقتصادية خالص سنة 1906 7، وبعد كده 1929 الثلاثاء الأسود، وشوف هنا بقى إزاي إنه دي كانت المرحلة الذهبية للصناعة الأمريكية، وإنه بلد زي ديترويت وميتشيغان أصبحوا هم قلعة الصناعة ورافض الاقتصاد الأمريكي الأول بسبب الأزمة دي. الناس عايزة تشتغل فنروح مدخلهم المصانع، أشغل الناس وأدفع مرتبات فأخلق دورة رأس مال. طب أنا بشغلهم في إيه؟ في تصنيع. فهم صنعوا قلاع مصانع العربيات الأمريكية على سبيل المثال، وبعد كده بقى في عندنا بقى صناعات تقيلة حدث ولا حرج يعني. تمام؟ المرحلة اللي احنا فيها دي نقدر نطلع منها ذهب. هتيجي تقولي بس أصل الدولار، هقولك برضو تطلع منه ذهب، لأن ده معناها أن المنتج بتاعك أرخص في سعره لأنه أرخص في تكلفة إنتاجه من المنتجات المكافأة ليه على نفس مستوى الجودة، فأنت هتعرف تصدر أسرع، وانت بالفعل عامل شراكات اقتصاديه محترمه، عندك اتفاقات ثنائيه ما بينك وبين انجلترا حتى بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي، عندك اتفاقيه الشراكه المصريه الاوروبيه، عندك اتفاقيه بتاعه تركيا، عندك الاتفاقيه بتاعه اغادير مع المغرب، عندك علاقات شديده التميز مع افريقيا. بص تاني انا بقول المصنعين المصريين اللي عاوز يطلع فلوس بجد، ده نمره واحد ان كنت عاوز تبص لمصلحتك الاقتصاديه المباشره، ولو عاوز تبص على مصلحتك انت والبلد، فاللي عاوز يساعد البلد دي يشتغل على التصنيع من دلوقتي وبقوه. المصنع
وهو أرض هيترفع جملونات وتحط فيه المكن هم 6 أشهر هتنتج. ده لو أنت عاوز. فاصل ونكمل الكلام. يا أخي باعتباري رياضي قديم تعبت أنا من مش من الرياضة، تعبت من كم النصايح الرياضية اللي أصبحت ملخبطاني. يعني زمان كانوا يقولولنا مالاش تتمرن بالنهار، اتمرن بعد الفطار. بعد شوية قالك لا، تتمرن بعد الفطار بيبقى جسمك تقيل فأنت مش هتستفيد بالتمرين، فيفضل أنك تتمرن بالنهار. بعد كده رجعنا تاني قالولنا لا ما تتمرنش بالنهار الساعات المبكرة. أنا بقيت حقيقي متلخبط، يعني لو أنا عايز ألعب رياضة ده لوي يعني، هلعب رياضة إمتى؟ الساعة كام؟ وليه؟ عشان أبقى فاهم بقى. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية. ازيك يا دكتور؟ أهلاً وسهلاً بحضرتك. صوت حضرتك بعيد قوي، أنا عايز زمايلي يعلي الصوت وحضرتك تعلي الصوت واللعلع كده. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً بيك يا دكتور. نتمرن إمتى يا دكتور؟ ده لو هنتمرن يعني، طبعاً باين عليا قوي إن أنا رياضي. هو بص حضرتك، اللي هو افضل وقت للتمرين اللي هو قبل الفطار على طول. ليه بقى؟ لان الجسم بيبقى صايم فترات طويله، فبالتالي لما بنعمل مجهود بياخد من المخزون الدهون اللي جوانا، فبنقدر ان احنا نخس. فاحسن وقت للتمرين اللي هو التمرين البسيط يعني، اللي هو قبل الفطار على طول عشان ناكل بعد. طيب وليه ما اتمرنش الصبح بدري اول ما اصحى؟ لا ما ينفعش. ليه بقى؟ ابقى صاحي فريش كده ونشيط وجامد جدا. ما هو التمرين بيحتاج ان انت تبقى واخد قبليه اكل او تشرب اثناء او تشرب بعديه. الجسم مع التمرين بيبقى محتاج وجبه خفيفه قبليه نص ساعه، وبيبقى محتاج ميه اثناء وبعديه عشان تعوض العرق اللي انت عرقته لازم تشرب ميه. طب ما هو ده برضو هينسحب على تمريني قبل الفطار بساعه ونص ساعتين. لا هو احنا بنقول اللي هو قبل الفطار بساعه بكتير. ماشي، ما هو برضه يعني ما هو برضه هبقى يعني ما اكلتش وبرضه ما شربتش وهي يعني. لا ما انا هقول لحضرتك، هي الفكره ان انا هخلص التمرين واكل، لكن فكره الوجبه ان هي اللي هي قبل التمرين لا، ممكن نتغاضى عنها عشان نخس اكتر. يعني لو احنا هنقول احسن وقت للتخسيس ان احنا نبقى قبليه مش واكلين وبعدين نتمرن، لكن المشكله بتبقى فين؟ ان انا اول ما اخلص تمرين لازم اكل عشان بيحصل تكسير للعضلات. فلازم يحصل تعويض ليها. فيبقى انا اتمرن واخلص تمريني يدوب نص ساعه وما ادفع الافطار هوب اضرب ابدا اكل انا بقى اضرب انا كمان. بالظبط كده، ده افضل وقت. الوقت الثاني بقى اللي هو بعد الفطار بساعتين ثلاثه، يعني سي احنا بنفطر على 6:30 نقول على الساعه تقريبا 9 9:30، يعني من 9 ل 11 ده افضل وقت للتمرين بعد الفطار. طيب سؤال، يحصل ايه لو انا افترضنا مثلا ان انا اتمرنت الصبح ومش حاسس ولا بجوع ولا بعطش واقدر اكمل مثلا في الجامعه او اكمل في الشغل او اكمل في يعني ايا كان النشاط اليومي بتاعي، هل في اي ضرر يلحق بجسمي نتيجه ذلك حتى لو انا مستحمل؟ الضرر بيبقى زي ما قلت لحضرتك، انت بعد التمرين بيحصل تكسير للعضلات، فدايما عشان تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك محتاج التعويض السريع بتاعها. يعني المساله مرتبطه بان انا عايز ادخل للعضلات كميه بروتين اللي هي محتاجه لها مثلا. بالظبط بالظبط، يعني انت دلوقتي لما تمرن في بروتينات وفي جلايكوجين في العضله اتكسر، يعني جلايكوجين فقد والبروتين اتكسر، فده احنا محتاج ان احنا نعمل له ريفيل او عمليه تعويض. فبناخد عشان كده بننصح ان الناس اللي بتلعب رياضه بعد الرياضه ياخدوا اي منتجات البان، لان البروتين بتاعها سريع الامتصاص. يعني انت لو قلت لي اكل مثلا لحوم فيها بروتين ولا اخد البان، هقول لك الالبان، لان الالبان او منتجاتها يعني، لان الالبان ومنتجاتها فيها بروتين عالي وسريع الامتصاص. كلمه سريع الامتصاص دي مهمه جدا علشان التعويض يبقى سريع للبروتينات اللي اتكسرت. واللي بناخد معاها دايما نوع فاكهه عشان فيها السكريات، عشان الجلايكوجين اللي فقد يعوض. انا بتكلم على العضله مش على الدهون. يعني ازاي ان انا احافظ على العضله في احسن مستوياتها؟ بعوضها دايما بالبروتين اللي في الالبان وبالسكريات اللي في الفاكهه عشان اعوض الجلايكوجين، فاحافظ على العضله دايما قويه والعضله بصحتها. هي دي الفكره. لكن ان انا لما ما اعوضش العضله بيحصل ان العضله دي بتضمر وبتصغر. طبعا طالما انا ما عملتش عمليه تعويض
سريعه ليها. يعني يفضل للرياضيين ان هم يلعبوا قبل الفطار بساعه، وفي الفطار يبقى حريص ان يكون موجود معاه منتجات البان وفواكه. طبعا عمليه تعويضيه، عشان كده البروتوكول بتاع الرياضيين. بص استاذ يوسف، احنا ما عندناش هذه الثقافه، لكن هو المفروض يعني يبقى في ثقافه تغذيه الرياضيين. في احنا عندنا تشابتر اسمه تغذيه الرياضيين، اللي هو ياكل قبلها بنص ساعه او اثناء التمرين، وبعد التمرين مباشره، وبعد التمرين بساعتين. ده بروتوكول يعني مهم جدا ان الرياضيين يبقوا على درايه بيه. طبعا احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نوعي في موضوع تغذيه الرياضيين. طبعا احنا دلوقتي احسن من الاول بكتير، التغذيه بقى لها يعني اهتمام كبير من الناس. فتغذيه الرياضيين برضو من البروتوكولات المهمه جدا. في بروتوكول لتغذيه الرياضيين، العمليه مش يعني ما بتبقاش عشوائيه، لا بالعكس. عشان كده انت بتلاحظ مثلا المنتخبات الاجنبيه بيبقى في عندهم اعداد اثنين، يعني اعداد بدني واعداد تغذوي واعداد كمان في نفس. فكل الحاجات دي متجمعه تقدر تعمل بطل. عشان كده بنقول اللياقه في الرياضيين بنلاقيها كويسه مع الناس اللي عندهم التغذيه كويسه. عظيم أو جدا. او البروتوكول بتاع التغذيه كويس. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليكي يا دكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذيه العلاجيه. انا بس عايز اقول لزمايلي ان انا مش سامع البتاعه دي كويس، عشان تبقوا فاهمين انا مش واصل لي حاجه منكم. طيب والله مش واصل لي منكم حاجه. خلونا بقى نروح لايه؟ للكبير قوي في الجزء السادس. طبعا احنا عارفين انه الجزء السادس لقى شهره في كوريا، ولقينا جرايد كوري كاتب عنه تحديدا بسبب اقتباسه من بعض الحاجات المتعلقه بسكويد جيم. انا ما بحبش نترجم الاسامي بتاعه المسلسلات بالمناسبه، سكويد جيم لعبه الحبار مثلا، ايه جيرمان شابر الراعي الالماني، ما اسموش كده يعني بمنتهى البساطه. طيب خلونا الاول نروح للمهندس احمد ابو عقرب. المهندس احمد ابو عقرب هو اللي عمل الدميه العروسه اللي هي مستلهمه من سكويد جيم، بس بتصرف بقى. خد بالك، بص شايف المشهد بتاع بيومي فؤاد يا جماعه، برضو بيومي فؤاد مشكله حقيقيه، مشكله حقيقيه. ميكي مشكله كبيره، احنا مش مختلفين على ذلك على الاطلاق. هي هي العروسه اهي. طب خلونا ناخد معانا المهندس احمد ابو عقرب الذي نفذ لنا هذا العمل. ازيك يا باشمهندس؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. وانا استأذنك في ان انا ارجو زملائي حبايبي الكرام، ممكن تعلوا الصوت؟ انا بجد مش سامع حاجة. انا معلش، هو الصوت كده كويس؟ لا ده حضرتك كويس، بس هو احنا الظاهر الصوت عندنا حنين شويتين. تمام، هنظبط. قول لي ايه الحدوتة اولا؟ هو انتوا ليه خدتوا قرار موضوع سكويت جيم، ومن ناحية تانية العروسة وغيرت فيها ايه؟ اشتغلت عليها ازاي؟ هو الحقيقة الموضوع من البداية خالص كان بترشيح من الباشمهندس سامر الجمال، المهندس ديكور المسلسل. ماشي. كان رشحني لشركة الانتاج ان هم يكلموني ينسقوا معايا التفاصيل والماديات والحاجات دي. فطبعا انا اتواصلت مع الفريق بتاع الباشمهندس وفهموني كل اللي الباشمهندس عايزه، وعملنا ميتنج فهمنا كل الميكانيزم والحاجات اللي هو طالبه، يعني كل التفاصيل عرفتها منه. وبناء عليه بدأت أدرس الموضوع، مشاكله وأبعاده وتكلفته وكل الحاجات دي، وخدنا الأبروف واشتغلنا. تمام، دي البداية يعني. بس كان طبعا لما ابتديت في التنفيذ كانت قابلتني بس شوية مشاكل، إن المفروض اللعبة نفسها معمولة المسلسل الياباني فيها ميكانيزمات، يعني ميكانيزمات ثابته وفيها حاجات، يعني هم هي دي بتاعتهم. فكون ان انا كانوا عايز طالبينها مني ان هي تبقى بالروح بتاعتنا المصريه وبستايلنا احنا، فما يعني كانوا محددين ان هي تبقى عروسه مولد. تمام، فالعروسه بتاعت المولد بتاعتنا دايما التفاصيل بتاعتها بتتركز بس في الهندسيات والحاجات بتاعت الفستان والدواير اللي ورا، فهي كحاجه مش ملهاش دراسه ثابته، ملهاش ملامح معينه، ملهاش يعني هو الطابع الشكل العام. فكون ان انا اربط ما بين الاثنين وان انا اعمل كل الميكانيزمات المطلوبه مني بالتحريك وان انا كمان العروسه حجمها ضخم،
يعني كانوا طالبينها مني حوالي 3.70 متر. فكون ان انا اوظف ده مع السكيل ده مع ان انا بعمل حاجه انا كنت عملتها قبل كده يعني ممكن تتنفذ ان هي تتحرك بريموت كنترول ويعني ليها طرق كتيره، بس الفكره كلها ان كان السكيل ضخم فكان هيحتاج حاجات معقده اكتر ومفيش وقت لده، فاضطريت ان انا اعمل ده مانيوال، فكان لازم ابقى جوه العروسه وانا بحركها. وطبعا قابلتني مشاكل كبيره بقى ان انا وسط العروسه صغير ان انا اخش جواها كان صعب جدا لان وسطها كان حوالي 25 سنتي، فكون ان انا اخش جواها كان صعب، فاضطريت ان انا اكبر سكيلها شويه واكبر الوسط ان انا اقدر اخش جواها. بعد كده قابلتني مشكله ان ما اقدرش احط ايدي جوه رقبتها لان كانت طويله وبعيده، زائد ان انا بحرك الرقبه كان صعب احرك الرقبه مع العينين مع بعض. فابتديت بقى اشوف حلول بقى، يعني الموضوع فعلا كان على ريسك كبير جدا وكنت دايما طول الوقت على اعصابي، مش ان هي تخلص، ان هي تخلص صح وما يطلعش فيه اي غلطه في التصوير او ان حاجه تحصل معايا مخالفه للي هم طالبينه مني. فكان الموضوع بصراحه فيه تحدي كبير يعني. وفكره انك تخلي العروسه بقى عروسه مولد دي جت ازاي؟ ليه عروسة المولد؟ هم كانوا بيدوروا في التراث بتاعنا على حاجة تعبر عننا احنا، ما لقيوش غير عروسة المولد، تمام؟ وكان ممكن نعمل أي حاجة whatever يعني أي عروسة، أو ممكن نعمل بتاعت سكويد جيم نفسها عادي. بس هم قصدوا الموضوع عشان يبقى بشكل كوميدي ساخر، هم كانوا قصدين ده ومحددينه من قبل ما يجولي. فبصراحة الموضوع أنا عجبني إن إحنا عملنا حاجة زي دي، حاجة مألوفة لينا ومحبوبة. حتى أصلا لما كلموني في البداية قلت إيه ده، هو عروس هو المولد خلص من بدري عايزين العروسة ليه؟ بس فلما فهمت التفاصيل لا الموضوع عجبني جدا يعني. هي الفكرة بصراحة يعني بالنسبة لنا أظنها فكرة جديدة يعني ما جربناهاش قبل كده على حد علمي يعني. في النهاية أنا مش جزء من صناعة الدراما يعني، ومش زي حضرتك مهندس، بس احنا عملنا حاجه شبه دي قبل كده او قريبه منها حتى؟ اعتقد لا، اعتقد لا. وانا نفسي شغال في المجال في الميديا بقالي اكتر من 12 سنه ما طلبتش مني حاجه خالص كده. عملت حاجات في يعني عملت حاجه زي ابله فهيتا، عملت حاجات كده بس كان طلب مني بشكل شخصي وما يعني مش بالصعوبه دي ومش بالحجم ده بصراحه. نفذت حاجات اكبر من كده بكتير جدا في الحجم بس ما كانش فيها ميكانيزم، كانت حاجه عمال نحت عاديه برضه، حاجه ثابته بالظبط. فهو كان التحدي بس ان انا اوظف الميكانيزم في المساحه دي بالطريقه اللي هم طلبوها، بس هو ده كان الموضوع يعني. الله ينور، برافو بصراحه، ربنا يخليك. حلو جدا 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 جدا، شكرا لحضرتك وكل التوفيق دايما يعني. احنا في انتظار الحاجات بقى اللي هتتعمل خلال الفتره الجايه اللي انا مش عارف بالتاكيد ايه هي. كل الشكر للمهندس احمد ابو عقرب منفذ الدمية او العروسه اللي احنا شفناها في الكبير او الجزء السادس استلهاما من سكويد جيمز. طيب الحلقه خلصت بسرعه كده، ايه ده؟ على راي نيلي هنروح؟ معقول؟ يا خبر ابيض، شيء غريب يا جماعه، مش ممكن. انا ما كنتش متصور الحلقات بتعدي بسرعه كده. ماشي، شوفوا بقى احنا الايام اللي جايه دي بنحضر لكم تحضيره وشغل للعيد ما اقولكوش. جو ابن لذينه، جو مذهل، جو حلو، حاجه كويسه تعجبكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين مره كمان، علشان رمضان وعلشان اسبوع الالام وحد الزعف وعيد الفصح، كل سنه وكلنا طيبين. بقول لكم ايه، احنا لو كلنا العمر هنتقابل برضو بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. خدوا بالكم بكره الجو برضو مش مستقر، درجات الحراره هتبدا تنخفض، ممكن تنزل لها يجي 13 درجه، واحتمال يبقى في شويه مطر على الخفيف، فكله ياخد باله. سلامات.